زودت سعر التسعيرة بعد زيادة ارتفاع البنزين ولا لا؟ والله احنا طالع عينينا في الموضوع ده، لان احنا بنتمنى ان هم يزودوا لنا التسعيرة، يعني حتى يحاولوا يقارنونا بالتاكسي. مش هنطالب ان احنا نتعامل معاملة العربية اللي هي الملاكي، او نطالب ان احنا نتعامل معاملة العربيات السياحة. لا، احنا عايزين حد يقارننا حتى بأقرب حاجة لينا اللي هي التاكسي. يعني زيادة التاكسي اللي فاتت، مش زيادة البنزين اللي فاتت، مش بتاعت المرة دي، التاكسي زاد فيها بقى كيلو ب175 قرش، واحنا كنا لسه زي ما احنا الكيلو ب140 قرش، اللي هو حرام. يعني عربية التاكسي اللي هي المفروض ولا بيشغل لك تكييف، ولا بيقفل لك لوك العربية اللي هي من أولويات كل حاجة، ولا بيأمنك ولا أي حاجة. تاكسي الكيلو بتاعه قبل زيادة البنزين اللي هي اللي موجودة دلوقتي كان ب175 قرش. النهاردة أنا عرفت إن التاكسي سعر الكيلو عنده ب2 جنيه، وإحنا لسه زي ما إحنا سعر الكيلو ب140 قرش، اللي هو يعني إزاي؟ مش فاهم. وبيزودوا لنا في البونص، مش بيزودوا لنا في التسعيرة، في بونص الرحلات. يعني أنا النهاردة عملت عدد رحلات، طالبين مثلا عدد رحلات مثلا قلنا 20 رحلة، لو كملت ال 20 رحلة دول هينزل لك البونص بتاعك 120 جنيه. أنا مش طالب بونص، أنا طالب إن سعر الكيلو عندي يبقى في المعقول، مش أقل من التاكسي بالمراحل دي. يعني 60 قرش فرق بيني وبين التاكسي، فده حرام. يعني أنا شايف إنه حرام. أنا شايف إن أوبر بتقدم خدمة للعميل على حساب الكابتن. فتحة الباب 3 جنيه، الكيلو ب150، الكيلو ب150. امشي على طول يا حبيبي. حضرتك شايف ايه طالب بعد ارتفاع السعر ده؟ حضرتك راضي يعني كابتن في اوبر او راضي كابتن في كريم؟ طبعا اللي بيشتغل بيه بيحط بيه بنزين. يعني الاول كنا بنكسر مثلا قيمه بالحسابيه كده، مثلا سين مثلا كنت بحط مثلا ب100 جنيه بنزين، دلوقتي اصبحوا ب200. تمام. على اللف اللي احنا بنلفه يعني. تمام. طب هما انا في سواق قال لي هما علوا البونص او الترانزيت. هو بص، مش موضوع تعلية بونص، هو ال يعني عوضونا في حاجه تانية. في ايه بقى؟ في عدد رحلات، في عدد رحلات، بس عدد رحلات مش مجزيه. زي مثلا لو عملت 4 رحلات، لو من هنا لاخر الشارع تعتبر رحله، لو من هنا لاكتوبر او التجمع تعتبر رحله، فاهم ازاي؟ فلو عملت 4 رحلات ليك عليهم فرق بنزين 15 جنيه، لو عملت 8 رحلات ليك فرق بنزين عليهم 30 جنيه. هما ده اللي هما عملوه في اوبر او في كريم؟ اوبر. لا، في اوبر. في كريم عملت فتحة العداد 6 جنيه، يعني زودتك 3 جنيه عن المعتاد. يعني زي مثلا كان الاول فتحة العداد ب4، دلوقتي عملوه ب7، يعني زودوا على كل رحلة 3 جنيه، بس مش من العميل، منهم هما. بس لكن كتعويضة وكيلومترات ما لسه ما عملوش حاجه. لا يعني انا قصدي انت 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 ككابتن انت راضي على الموضوع ده، ولا انت شايف الحل ايه؟ لا لسه انا شايف الحل ان هم لازم هيعلوا، لازم.